حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه اخبرته قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بالعشاء وذلك قبل ان يفشو الاسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لاهل المسجد ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم